مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزميل عثمان الصولي. وذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج غرفة 11 على STC 8348 STC 8448 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22. والبداية مع نادي الشباب. أجرى قائد فريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اللاعب أحمد عطيف صباح اليوم عملية جراحية في عضلة الساق بإحدى المراكز الطبية المتخصصة في بلجيكا، تكللت بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام قبل العودة للرياض. وفي هذا الصدد أيضا تم الاتصال من قبل رئيس نادي الشباب خالد البلطان على اللاعب أحمد عطيف للإطمئنان على صحته. أعلن المدير الفني بنادي العروبة الكابتن جميل القاسم عن برنامج الفريق خلال فترة توقف دوري عبد اللطيف جميل والتي تبلغ 21 يوم، يتخللها فترة إجازات لمدة 3 أيام تبدأ في 14 أكتوبر، وحدد القاسم قبلها مباراتين ودية في 12 و13، فيما لما تحدد الفرق حتى الآن ويعمل الجهاز الإداري على بحث ذلك فيما يخص المباريات الودية. تقارير إماراتية تنفي رحيل رادوي، خاصة بعد الأحاديث اللي طلعت في موقع التواصل الاجتماعي، حيث نفت تقارير صحفية إماراتية الأخبار والشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بقرار استغناء عن لاعب الوسط الروماني رادوي في السوق الانتقالات الشتوية القادمة. وأكدت إدارة العين أن رادوي مستمر مع الفريق حتى انتهى عقده، كما أنه لا توجد نية للتفريط به خلال الفترة القادمة. يذكر أن شائعات خرجت في الأيام الأولى من انطلاق الدوري تفيد برحيل رادوي عن العين، خاصة بعد رحيل مدربه السابق ومواطنة أولاريو كوزمن إلى الأهلي الإماراتي. وهذا يخلينا نرجع بالذاكرة إلى الفترة اللي كان متواجد فيها رادوي مع الهلال، وكان كوزمن هو مدرب الهلال، وبعد ما طلع كوزمن من نادي الهلال كان في شائعات كثيرة بأنه اللاعب بيطلع على مبطالع، وكان في كثير من التصريحات النفي من اللاعب نفسه، وبعدين اللاعب طلع وراح لنادي العين. الآن ممكن كل شيء جاهز، ممكن اللاعب يغير، لكن للمعلومية أن رادوي في نهاية الموسم الرياضي الماضي جدد مع نادي العين إذا ماني بغلطان إلى عام 2016 أو 18 عثمان عد شوف لنا إياها. تعرض حارس نادي النصر عبد الله العنزي خلال سفره الأخير إلى الجوف لأداء مباراة فريق أمام العروبة في بطولة الدوري، حيث قام مجهولون بالقفز إلى بيت العنزي وقاموا بتغليف سيارته التي كانت تقف في المنزل، ثم انصرفوا بعد ذلك. ولم يقم المتسللون إلى منزل العنزي بأحداث أي ضرر سواء بالسيارة أو بالمنزل، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اقتحام منزل الحارس وتغليف سيارته بهذا الشكل. عبد الله العنزي تحدث يعني بكل سخرية في تويتر وقال أن من قام بهذا الأمر الله يهديكم دامكم، يعني حلو الرد، يقول دامكم طيبتوا البيت وغطيتوا السيارة كان قلتوا لي أعطيتكم المفتاح. يعني حلو من الكابتن عبد الله العنزي، بس غريبة فعلا. لكن نتكلم الأمور الإيجابية وخلينا من الأمور السلبية، أتكلم على صدارة نادي النصر. ومثل ما كان الحديث عن عبد الله العنزي وسيارته وبيته، أتكلم على عبد الله العنزي، خلينا نتكلم على عرينة الثلاث خشبات، ما تم تسجيل إلا هدف وحيد فقط في مرمى عبد الله العنزي
في 6 جولات، وهذا شيء جيد يحسب لعبد الله العنزي كلاعب وكنجم وكحارس مرمى، ويحسب للدفاع بما فيهم المحور شيء الطيب أيضا، لأن هذه كلها منظومة واحدة. تكلم حتى على إدارة نادي النصر، وتكلمنا أنه في فرق بين إدارة نادي النصر الموسم الماضي، مع أنه أنا ما أتكلم على فرق في الأسماء، لا أتكلم على فرق في الأداء وفي التعاقدات وفي الاستعداد، حتى مو بالاستعداد فقط على مستوى اللياقة ولا على مستوى المعسكرات الخارجية، لا تكلم على الاستعداد الذهني والاحترافي والبدني، يعني واضح أنه في تكامل عمل في إدارة نادي النصر. ودام الكلام عن الاستعدادات وال يعني نتكلم على التعاقدات وكل الأمور هذه والدعم اللي تلقى إدارة نادي النصر، ينضم لي الآن عضو شرف نادي النصر الأستاذ حمد المبارك. حياك الله معنا أبو عبد الله. يا مرحبا، الله يسلمك، سعداء بتواجدك معنا. وأنا سعد، الله يسلمك. أبو عبد الله، النصر قبل كل شيء أنت من رجال النصر الداعمين، ما هو بس على مستوى الفريق الأول، لا على حتى على المستوى الفئات السنية، ولك جهود في تحقيق الكثير من البطولات حتى على مستوى الألعاب المختلفة في نادي النصر. هذا ما يبحث عليه ما يبحث عنه البيت النصراوي فعلا بوقوف رجال أمثالك مع ناديهم في هذه الأوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، شاكر لك ختام الاستضافة، وشاكل قناة اللي أتمنى على توفيق النجاح إن شاء الله. تسلم. ونادي النصر أبدا أنا بالنسبة لي هو بيتي الثاني، وما أقدم نادي النصر هو قليل قليل، وبإذن الله إن شاء الله يتوج جهود الأمير فيصل بن تركي وأعضاء الشرف الداعمين والجمهور العظيم إن شاء الله بعودة النصر إلى مكان الطبيعي، أحد أهم أركان الكرة الآسيوية وليست السعودية فقط، حتى فعلا تعود منافسة الحقيقية للكرة السعودية. صحيح. أستاذ حمد، الآن بالنسبة للنصر يعني نتكلم على صدارة دوري عبد اللطيف جميل، 6 مباريات، واضح أن في تركيز في عمل جماعي سواء إداري أو فني داخل نادي النصر، اللاعبين يمكن أنا كان حتى في حديث جانبي يخصني يعني بيني وبين واحد من الزملاء حتى على مستوى اللاعبين الكبار في السن، أتكلم على حسين عبد الغني، الرجل الآن يمكن علامة فارقة في كرة القدم السعودية ولا يزال من أفضل اللاعبين الموجودين في الملاعب السعودية، هذا إن شاء الله تشوف أنه يعطي نادي النصر استمرارية أكبر خلال الأسابيع القادمة، ولا ممكن يكون أنه في تراجع، ممكن أنه يكون في خلل، أو أنه يكون في شيء ممكن لا يحمد عقباه خلال فترة الجاية؟ والله شوف، العمل له ما هو وليد اليوم، بداية الموسم كان استعداد النصر لهذا الموسم أمانة مختلف جدا، الاستقرار على الجهاز الفني كان مطلب، مع بعض الملاحظات اللي أنا أشوفها على الجهاز الفني، الدعم لا محدود اللي وجده النادي من سمو الأمير فيصل وأعضاء الشرف اللي وقفهم على نادي النصر وقفة الرجل الواحد. النصر الآن يسير بخطة ثابتة من مباراة إلى مباراة ولله الحمد، أتمنى لا نستعجل ولا تأخذنا نشوة الصدارة ونفقد التركيز على ما هو أهم. مستوى النصر في المباراتين الأخيرة أمانة ما كان مرضي، حتى والنصر يفوز على الشعر بهدفين، والنصر أيضا يتعادل مع العروبة، وسواء خسر الهلال أو فاز الهلال نحن ننظر إلى فريق نادي النصر وكيف ينافس إلى آخر لحظة. العمل موجود، جهود واضحة، ولكن أتمنى أن نستقل فترة التوقف اللي هي الآن بدأت من قبل يومين، وأن تكون فيها استعدادات قوية، وأن يراجع مدرب حساباته لأنه الدوري شاق طويل، وأن يتم التركيز فعلا على عدد كبير من اللاعبين، وأن لا يتم التغيير المستمر والمتكرر، وأن تكون هناك رؤية واضحة للمدرب حول اللاعبين، وأن يكون أيضا جلوس من إدارة النصر بقيادة الأمير فيصل مع المدرب مناقشة الأخطاء اللي حدثت في مباراة العروبة. العروبة نعم فريق يؤدي على ملعبه، ولكن النصر كان فريق قوي وكان مستطاع الفوز، ومع العلم أنه هناك أخطاء حدثت تحكيمية أنا بالنسبة لي أعتقد أنها كبيرة جدا أثرت في مجرى مباراة. الأخطاء التحكيمية هذه أستاذ حمد
تشوف أن موجودة في كل المباريات ولا تشوف أنها أثرت سلبا على نادي النصر تحديدا على الرغم من الصدارة؟ يتكلم فرق نقطة بينه وبين نادي الهلال، لو كانت الأخطاء هذه غير موجودة كان ممكن أن تكون فرق النقطة أكبر بين النصر والهلال في صدارة الترتيب. حتى أكون صادق معك ختامة، النصر من أكبر الفرق التي تأثرت وتضررت من التحكيم، ليس على مستوى الموسم هذا فقط، الموسم الماضي الثلاثة الأخيرة، ولكن بحكم النصر الآن فريق يقدم كرة جميلة. نركز على هذا الموسم أستاذ حمد. نعم نعم، الموسم هذا النصر يعاني ويعاني من التحكيم، ما حدث في مباراة العروبة أنا أرى أنه جريمة في حق نادي النصر، ضربة جزاء ربما يقول قائل جزء من اللعبة والأخطاء كرة قدم جزء من اللعبة. أوكي، ضربة جزاء الأولى جزء من اللعبة، الثانية جزء من اللعبة، الثالثة جزء من اللعبة، إلى ما انتهى جزء من اللعبة. كرة يعني فيها تحور من لاعب العروبة على قدم لاعب النصر أفرتون، ضربة جزاء واضحة لا تحتاج للنقاش، ولا ليست بشهادتي أنا بحكم أنا نصراوي محسوب على نادي النصر وتأخذ من العاطفة، ولكن بشهادة حكام أساسا معروف ووقفهم مع نادي النصر، خبراء تحكيمية معروف ووقفهم مع نادي النصر، أثبتوا أن النصر لديه ضربتين جزاء كانت صغيرة هذه المباراة، يجب أن يعطي النصر حقه. أتكلم عن النصر لأنه الآن يشاهد أمانة يعني أنا أعتبره تحامل على نادي النصر. أنا أتمنى مستمر أن في أصل المسكين وهو رجل اللي دفع الملايين وأعضاء الشرف أن يقف مع التحكيم وقفة أن يكون لهم ردة فعل. أتمنى مستمر أن في أصل تركي أن يحضر حكام جانب في الجولات القادمة، وأنا أتحدث عن نفسي وأنا كعضو شرف نصراوي لدي الاستعداد المساهمة مع سمو الأمير فيصل تركي في إحضار حكام أجانب للمباريات القادمة، لأن النصر الآن في الجولة السادسة ويحدث ما حدث. تخيل عندما تكون الجولة العشرين وتكون الجولات حاسمة، ماذا سيحدث؟ يكون النصر منافس، ماذا سيحدث؟ لا نضيع جهود الإدارة وجهود اللاعبين، فريق مركز. أنا الآن أمانة أخوي تامر، كنت في المواسم الماضية أخشى من الفرق، يعني عندما نقابل الاتحاد أو الشباب والهلال كنت أخشى من هذه الفرق لأنه فوارق فنية واضحة. الآن تخشى من التحكيم؟ الآن لا أخشى إلا التحكيم، لا أخشى الخصم بل أخشى الحكم. طيب أستاذ حمد، الآن بكل يعني نتكلم بصراحة، وأنا يعني أعطيك الحق أنك تتكلم بما أنك أنت عضو شرف وعلى قولك يعني الانتماء، أنه تشوف أن النصر متضرر، وحتى أنا أشوف يمكن النصر تضرر في مباراة العروبة ما أختلف معك فيها، لكن أنا أتكلم أنه ما تلاحظ معي، وأكيد أنك أنت متابع للدوري وفرق الدوري، ما تشوف أن كل الأندية على بنفس النبرة ونفس لغة الخطاب أنه نادينا تضرر ولابد؟ يعني شوف رئيس نادي الهلال في فترة سابقة تكلم في الموسم هذا تحديدا قال نحن على استعداد أن نحضر حكام أجانب طوال مباراة الموسم، نادي الاتحاد وتحديدا إذا ماني بغلطان أيضا في مباراة العروبة يوم انطرد مختار فلاتة أيضا تضرر الاتحاد من التحكيم. يعني اللي أقصد أستاذ حمد أنه مو على النصر أنه مستقصد فعلا بالإطاحة به من الصدارة مثلا. أنا ختاما حتى أكون صريح، أنا ما أقول مستقصد، ولكن اللي حدث، أنا طبعا ما راح أتكلم عن الاتحاد ولا عن الهلال، وبعض الأندية أصلا هي تصدق هذه الأمور وتضع مثلا بيانات حتى يعني يخشاها الحكام، يعني مثل يقول المثل الشعبي سبق العصابة قبل الفلقة، إحنا ما نبغى الكلام هذا. أنا أتكلم، لا بس اللي صار مع الاتحاد كان بعد مباراة العروبة، يعني مو قبل، بعد. صحيح صحيح، يمكن حتى الاتحاد طلع بيان أخوي تامر واضح صريح وشديد اللهجة ودافع عن حقوقهم. أنا ما أتكلم عن كده، إحنا أتكلم عنا في نادي النصر الآن نمشي بخطى واثقة بإذن الله لعودة النصر إلى مكان الطبيعي، سواء النصر حقق بطولة الدوري أو حقق، النصر سيعود بإذن الله. إحنا نرى النصر الآن قادم وعائد إن شاء الله إلى مكان الطبيعي، ولكن وجود هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة والمتكررة قد يخطئ أحد الإنسان بشر، ما عندنا أخي ثامر، لكن لا يخطئ مرة مرتين ثلاث أربع، إلى متى لجنة التحكيم نعم ولجنة مهنة تبرر؟ إلى متى الناس يا عمر مهنة تدفع ملايين والأندية تدفع ملايين، رئيس النصر يدفع ملايين وأعضاء الشرف يدفعون والجماهير تحترق قلوبها؟ يعني أنا أتكلم لك عن نفسي في مباراة العروبة أمانة يعني ارتفع الضغط عندي إلى أعلى درجة، لا يمكن السكوت على هذا الأمر. أذكر الله يا رجل، في النهاية هي كورة على قولتهم، يعني صحة كورة.
ما نتكلم عن كذا، لكن احنا نتكلم عن ناس تدفع ملايين. صحيح. ناس صحيح. وانا اقدر لك يعني تعاطفك فعلا مع ناديك، وبكل امانه انا معك في جزئيه انه ما في مجال للتعويض، يعني الفرق متقاربه، فما في مجال انه مثلا يغلط حكم ويطلع يقول غلط في ضربه جزاء ولا في طرد او هذا بكل برود، وممكن يضيع عليه مثلا بطوله او صداره او حتى النقاط. صحيح. مهمه. صحيح. بعدين أخوي سامر، أنت ممكن تخطي مرة ونقول يعني نأخذها بمأخذ النية الحسنة. طيب مرة مرتين ثلاث ضربة جزاء أمام الحكم، أمام يعني أمام النظر، يعني أنا لاحظ الحكم مباراة النصر والعروبة، أنت لو حطه الكرت حق حسين عبد الغني كان يمشي ما شاء الله يعني بسرعة هائلة حتى يوجه الكرت لحسين عبد الغني، وكأن اللي حدث ضربة جزاء وليست انذار كرت أصفر. طيب يا أخي العزيز، أنت والحالات واضحة كانت حدثت أمامه، يعني الخبراء التحكيمين، اترك إحنا ميولنا وأن أعضاء شرف ويهمنا فوز نادينا، لكن الخبراء التحكيمين خرجوا في كل القنوات وأثبتوا أنه النصر لا يقل عن ضربتين جزاء. صحيح. يعني ما فيها اجتهاد، لاعب متهور يعني يدخل بقوة مفرطة على المهاجم النصر، يعني ما يحتاج لأي شيء، ضربة جزاء واضحة. احنا نبغى بس النصر يعطى حقوقه، او يعطى يعني حتى مش حقوقه كاملة، يعطى جزء من حقوقه. لو يعطى النصر ضربة جزاء او ضربتين جزاء من الثلاث هذه يعني تغير الوضع. ما هو معقولة النصر مباراة الرائد حتى النصر وهو فايز له ضربة جزاء، ما يعني انه انا فزت بثلاثة ما تحسب لي ضربة جزاء، لا اعطيني حقك. صح. نعم صحيح. ولكن اتكلم لك عن التحكيم، يعني اعتقد انه بدايته صراحة هي من شوهت الدوري السعودي، بداية التحكيم من شوهات الدوري السعودي، بداية قوة الدوري السعودي، لأن النصر السنة هذه عاد للدوري السعودي، سيعود الدوري السعودي قوته وستعود الكرة السعودية وسيعود المنتخب السعودي بإذن الله يعني منافسا، لأنه عودة النصر هي عودة الروح للكرة السعودية، عودة البطل، عودة الفارس، عودة العالمي، تتعيد بإذن الله. عودة نبض الكرة السعودية، نبض الكرة السعودية، روح الكرة السعودية ستعود بإذن الله. وعد للتاريخ، ترى من كان يمول المنتخب السعودي وعلى جميع فئات الناشئين والشباب والفريق الأول بنجوم لا يمكن التاريخ أن ينساه. طيب أستاذ حمد، الآن في ظل الأخطاء التحكيمية اللي كل الأندية تشتكي منها، تشوف أنه نظام الاتحاد السعودي بتطبيق، أو خلينا نقول أنه باعتماد ثلاثة مباريات فقط للأندية إذا بغت أن هي تطلب حكام أجانب، تشوف أنها قليلة هذه المباريات الثلاثة؟ والله شوف، أنا لو يعني تأخذ رأي السعودي، أتكلم عن الاتحاد السعودي، المفروض أنه المباريات الكلاسيكو والديريات المفروض أنها تكون حكام أجانب، هذه ما فيها يعني فتوى نهائيا، وتكون على حساب الاتحاد السعودي مش على حساب الأندية، وهذه كان يعملها سابقا. المباريات الأخرى يكون النادي مخير فيها، يعني يعطى مباراتين أو ثلاث مباريات غير مباراة الكلاسيكو وغير مباريات الأندية. علشان نوضح للمستمع أستاذ حمد، الآن أنه في النظام، نظام الاتحاد السعودي، أنتم أنتم مخيرين، يعني أنت لو بتجيب حتى حكم على حسابك ما تقدر تجيب، يعني أن عندك ثلاثة مباريات تطلب فيها بشكل رسمي إذا كانت مباراة على أرضك وبس، لكن غيرها لا، على حسابك، وهذا ما هي مفتوحة يعني للأندية. تتكلم أخوي تامر عن 26 مباراة وأطلب ثلاث مباريات، يعني نسبة ضعيفة، نسبة وتناسب ضعيف. إحنا مع الحكم السعودي، ما إحنا ضد الحكم السعودي أساسا، إحنا مع الحكم السعودي في كل مجالات، ولكن برضو إحنا مع نادينا قبل الحكم السعودي، إنه يهمنا نادي النصر. الحكم السعودي إذا يعني صقل وهي التهيئة الصحيحة، ما عندنا مشكلة إنه يحكم أساسا، ولكن تجي أندية تدفع بالمئات الملايين، ويجي رئيس نادي ويتحمل القاسي والداني ويتحمل أمور كثيرة، ويجي أعضاء الشرف مشكورين على دعمهم ويتحملون ويجهز النادي على 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 أحسن وجه، ويأتي معليش حكم يعني والله يقول لي أنا المرة هذه طيب مرة أخطيت، الثانية الثالثة حس النوايا ما تكون في كل في كل في كل مرة أمانة الحين، والخطأ يعني البشر أوكي، والكرة القدم يعني الأخطاء فيها جزء من اللعبة، ولكن ليست كل اللعبة. الآن أصبحت الخطأ، الكلام اللي يقولك والله كرة القدم الأخطاء فيها جزء من اللعبة، أنا أشوفها الآن في بداية الموسم هذا أن أصبحت كل اللعبة كلها أخطاء. طيب. لعبة كلها أخطاء. طيب أستاذ حمد، بعيدا عن الحكام الآن، تكلمنا عن التحكيم، بس سؤال أخير عن التحكيم عشان في نقطة ثانية ودي أطرحها عليك. الآن لو تنفتح المجال للأندية، راح تتكفل أنت بحكام أجانب للنصر؟ والله شوف، راح أساهم معهم، راح أساهم مع الأمير فيصل بن تركي في إحضار حكام أجانب لو فتح المجال. طيب حتى نرتاح من الـ الصداع الـ
من الصداع وتكون الامور واضحه وتكون المنافسه شريفه امانه يعني حتى يعني يرتاح الانسان وهو يتفرج على المباراه يرتاح نفسيا ما يحس انه خصمه مش الخصم خصمه يعني شخص مخفي. طيب استاذ حمد المبارك انا قبل لا اطلع على الهواء يعني تابعت ردود فعل الجمهور ومتابعتهم لك. أنا شخصيا يعجبني أعضاء الشرف اللي يشتغلون ويكونون قريبين جدا من جماهيرهم. أنت من هؤلاء أعضاء الشرف وأنا أشكر لك هذا الدعم لناديك. السؤال وش يعني وش توعد فيه جماهير النصر في خلال الفترة القادمة خاصة بعد الجولة السادسة وعودة الدوري مرة أخرى؟ والله جماهير نادي النصر جزء مني وأنا جزء من الجماهير وأنا تخرجت من الجماهير ودائما معهم قلبا وقالبا وأنا دعمت الموسم هذا وتكفلت مجلس الجماهير كاملا الموسم هذا يعني جميع مصاريف ومستلزمات مجلس الجماهير النصراوي لهذا الموسم أنا تكفلت معه شخصيا وعندي استعداد إن شاء الله الكرات القادمة برضه يعني ندعمهم سواء كان عندك دعم لكرة السلة ولا لا قريب؟ نعم 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 اليوم اليوم ها طبعا هو مش اليوم ولو تقريبا اكثر من 5 ايام او 6 ايام ولكن يمكن تم اعلانه اليوم تقريبا ولكن بالنسبه لجماهير النصر انا معهم وادعم مجلس الجماهير وباذن الله في المرات القادمه ان شاء الله نقدم تذاكر مجانيه وندعم ان شاء الله الجماهير وحضورهم لان حضورهم باذن الله سيكون مؤثر واساسا جمهور النصر امانه بقولها لك وانا افتخر بهذا الجمهور وافتخر اني احد هذا الجماهير جمهور النصر اللي أنا من وجهة نظري طبعا قد تكون نظرة عاطفية ولكن هي على سطح الواقع يتحدث بها يعني جمهور الفرق الأخرى جمهور النصر يختلف عن الجماهير الأخرى لأنه جمهور عاشق لا يشجع الجماهير الأخرى قد تجد فيها نسبة عاشقة ممكن تتجاوز 10% 20% جماهير النصر من 70% إلى 80% جمهور يعشق نادي النصر وأنا من ضمن هذه العاشقين ومن ضمن هؤلاء الجمهور بس ما تحس أنك ظلمت جماهير الأندية الثانية؟ لا يعني لو طلعت واحد ترى مسؤول استاذ حمد لو طلعت مسؤول عن نادي ثاني بيقلل من نسبتكم يعني وبيرفع نسبته لا لو رجعت لحديث طبعا الصحفيين الامين او حتى رؤساء الانديه يعني في رئيس نادي يقول اتمنى ان جمهور يعني جمهور نادي يقتدي بجمهور النصر رئيس نادي كبير معروف الوقوف مع نادي إيه أقصد فأنا أقصد إنه وقوف نادي النصر ابتعادوا عن البطولات في هذه الفترة الماضية بالرغم أنها يعني مش فترة طويلة بالنسبة لنا يعني 2008 إحنا محققين بطولة كأس الأمير فيصل وفي فرق يعني تجاوزت النصر والنصر يعتبر فريق وحيد أقل فريق ابتعد عن البطولات ولكن فريق يملك هذا الجمهور العظيم أعتقد إنه يستحق أقل فريق ابتعد عن البطولات ولا أكثر فريق ابتعد عن البطولات لا لا أقل فريق النصر هو أقل فريق النصر في عام 1999 محقق بطولة السوبر وليس في بطولة في عام 2000 متأهل لكأس العالم 2008 محقق بطولة لا بس يظل أستاذ حمد إنجازات النصر هذه يعني هذه ما فيها نقاش بس أنا أتكلم على النصر ما هو هذا وضع النصر الطبيعي أنا ما أتكلم عن الموسم الحالي أتكلم عن المواسم العشرة أو الخمستعشر سنة الماضية صحيح. ما هو هذا موقع النصر الطبيعي هو النصر من بعد كأس العالم تقريبا من عام 2000 والنصر بدأ في عملية الدروب وكانت الأسباب يعني الكل يعرفها ولكن عودة النصر مع سمو الأمير فيصل بن تركي واضحة للعيان من يجحد هذا الأمر فهو يعني إنسان يعني إما يعني يتعمد هذا الشيء أو ناكل الشيء أو يتعمد يعني لا يمكن الإنسان يرى الشمس يقول هذه ما هو شمس عودة النصر هي الآن عودة للروح الكرة السعودية بإذن الله النصر عائد في مكانه الطبيعي وبإذن الله جمهور النصر سيسعد مع هذا الفريق وسيعود إنجازاته بإذن الله ليست على مستوى الكرة السعودية بإذن الله سنعود للعالمية وأعتقد النصر بإذن الله أول فريق سيعود للعالمية بإذن الله بإذن الله. طيب السؤال الأخير أستاذ حمد التواجد نادي الهلال خلفكم في ترتيب دوري فرق عبد اللطيف جميل والمزاحمة يعني يوم كذا ويوم كذا والجولة العاشرة أنت عارف بين النصر والهلال ماذا صحيح. يمثل لكم كنصراويين؟ والله شوف تعود للتاريخ تلك المنافسة اللي امتدت على تقريبا على مدى 25 سنة هي طبعا النصر والهلال والنصر متسيد فيها يعني حتى بمجموع لقاءات الفريقين كانت إلى حد عام تقريبا 2000 النصر يتسيد في المقابلات الفردية أو حتى مقابلات على البطولات ولكن عودة النصر ستعيد الهيبة الكرة السعودية الفردية تقصد الدوري يعني طبعا المقابلات الفرديه في الدوري او في الكاس كان النصر متفوق فيها طبعا الى حد تقريبا عام 2000 الان اختلف الامر عدد المباريات صحيح في ظل تراجع مستوى النصر في الفتره الاخيره ولكن عوده النصر
أيضا هي عودة الكرة السعودية عودة لنادي الهلال لأنه الهلال منافس التقليدي لنادي النصر. عودته أيضا شيء طبيعي ستعيد اللعبة للكرة السعودية وتزيد المنافسة اللي فعلا فقدناها من فترة طويلة مع الهلال. أشكر لك جهودك مرة ثانية في دعم نادي النصر في كل الألعاب وفي كل الدرجات ومع الجمهور، ونشكر لك استجابتك وتواجدك معنا اليوم. شكراً لك. كان معنا عضو شرف نادي النصر أستاذ حمد المبارك. بنطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11. قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بزيارة لمعسكر المنتخب السعودي في الأحساء، ومن جهة أخرى شهدت تدريبات المنتخب مشاركة جميع اللاعبين ما عدا سالم الدوسري ووليد باخشوين. قدمت تونسي أحمد العجلاني مساء البارحة اعتذاره عن اكتمال أو إكمال مهمة تدريب نادي الشعلة، وذلك بعد إبلاغه للإدارة أمس، وكان رئيس النادي فهد الطفيل قد عقد اجتماعا بالمدرب أكد فيه رفض إدارة الشعلة الاستقالة وثني عن قراره، إلا أن المدرب أصر على الاستقالة مبينا أنه من الضروري الابتعاد عن الفريق في هذا الوقت ولمصلحة الشعلة بشكل عام. حذر المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي مورينهو لاعبي فريقه من قيامهم بأداء أدوار تمثيلية داخل أرضية الملعب من أجل خداع الحكم للحصول على أي شيء من لاعبي الفريق الخصم. وقال مورينهو أنه يكره التمثيل لأنه أمر غير شرعي، مؤكدا أن أي لاعب سيقوم بذلك سيتعرض للمشاكل معه لا تحمد عقباها. تستضيف العاصمة البحرينية المنامة غدا الثلاثاء اجتماعا هاما لرؤساء الاتحادات الخليجية واليمن والعراق لمناقشة مصير استضافة منافسات كأس الخليج في نسختها 22، والتي تقرر سابقا أن تقام في مدينة البصرة العراقية. وسيحدد رؤساء الاتحادات الخليجية مصير استضافة البطولة في البصرة أو نقلها لمدينة جدة في السعودية، عطفا على التقارير المرفوعة من قبل أمناء سر الاتحادات الخليجية اللي هم طبعا فريق التفتيش. أخيرا تمكن الدولي البرتغالي نجم خط وسط نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو من تجاوز غريمة تقليدي ميسي بلغة الأرقام في عام 2013، وذلك بعد أن كان هدفه أمام ليفانتي هو الهدف رقم 50 له في العام. وقد احتاج البرتغالي ل 45 مباراة رسمية هذا العام ليصل لرصيد 50 هدف، متجاوزا أيضا رقمه المميز في العام الماضي في عام 2012، حيث احتاج في ذلك العام ل 53 مباراة ليسجل ذات الرصيد من الأهداف، في حين يسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب هذه الأيام للإصابة 42 هدف، أي بفارق 8 أهداف عن رونالدو. ترتيب فرق الدوري الأسباني: برشلونة في المركز الأول ب 24 نقطة، يليها ثانيا أتلتيكو مدريد بنفس عدد النقاط، ثالثا ريال مدريد ب 19 نقطة، فيا ريال رابعا ب 17 نقطة، ختافي خامسا ب 13 نقطة. في الدوري الإنجليزي أرسنال يتصدر ترتيب فرق الدوري الإنجليزي ب 16 نقطة، يليها ليفربول ب 16 نقطة أيضا نفس العدد النقطي في المركز الثاني. في المركز الثالث تشيلسي برصيد 14 نقطة، ورابعا ساوثهامبتون ب 14 نقطة، وفي المركز الخامس مانشستر
سيتي ب 13 نقطة. الدوري الإيطالي يتصدر روما ب 21 نقطة، نابولي في المركز الثاني 19 نقطة، ثالثا اليوفي ب 19 نقطة، ورابعا انتر ميلان ب 14 نقطة. شكرا لاستماعكم، برنامج غرفة 11، إن شاء الله نكون معكم.